بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الخامس الابتدائي من مجمع مدارس جيل المستقبل الأهلية، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات مادة العلوم. اليوم يا أحباب إن شاء الله هنتكلم عن الضوء. هنتكلم عن إيه؟ الضوء. عايز أعرف يعني إيه الضوء وإيه الخصائص بتاعته وطبيعة الموجات الضوئية دي بتكون عاملة إزاي. الضوء هو شكل من أشكال الطاقة، شكل من أشكال الطاقة نحس به بالعين. يبقى إذن الضوء هو شكل من أشكال الطاقة نحس به بالإيه؟ بالعين. طيب والصوت برضو شكل من أشكال الطاقة نحس به بالإيه؟ بالأذن. طيب للضوء مصادر متعددة، دي مصادر الضوء. أول شيء عندي الشمس، المصابيح الكهربائية وغيرها. طيب غيرها زي القمر والنجوم وهذه الأشياء تعتبر من ضمن مصادر الضوء. طيب طبيعة موجات الضوء، أول شيء أنها تسير في خطوط مستقيمة. يبقى الضوء يسير في خطوط مستقيمة وينتشر على شكل موجات لا تعتمد في انتشارها على التضغطات والتخلخلات كما في الصوت. يبقى إذا الضوء أول شيء أن هو يسير في خطوط مستقيمة لا يعتمد في انتشاره، ينتشر على شكل موجات لا يعتمد في انتشاره على التضغطات والتخلخلات كما في الصوت. طيب ننتقل بعد ذلك أن الضوء هو عبارة عن موجات كهرومغناطيسية. يبقى الضوء ده عبارة عن موجات كهرومغناطيسية، والموجات الكهرومغناطيسية بتكون عبارة عن موجات كهربائية متداخلة مع موجات مغناطيسية، عشان كده بنسميها كهرومغناطيسية، حيث يسمى تداخل طاقة القوى الكهربائية وطاقة القوى المغناطيسية بالإيه؟ بالكهرومغناطيسية. طيب سرعة الضوء بتكون كبيرة جدا، بتصل إلى 300,000 كيلومتر في الثانية، بينما تقل سرعته في الأوساط المادية مثل الهواء والماء والزجاج، ويعتقد بعض العلماء أنه لا يوجد شيء في الكون يسير بسرعة أكبر من سرعة الضوء. يبقى إذا سرعة الضوء يسير بسرعة كبيرة جدا تصل إلى 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة، ودي طبعا سرعة كبيرة جدا جدا، والعلماء قالوا إن مفيش أي شيء بيسير أسرع من سرعة الضوء. طيب ننتقل بعد ذلك بعض خصائص الضوء. عايز أعرف طول الموجة، زي ما احنا شايفين هذه الموجات الضوئية، هي في موجات اللي هي باللون الأحمر ده واخد الشكل ده كده اهو، في الموجات اللي هي باللون البنفسجي دي بتكون واخد الشكل ده كده. يبقى إذا موجات متراكبة، موجات كهرومغناطيسية مع موجات إيه؟ كهربائية. طيب طول الموجة بأنه المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين. يبقى طول الموجة، ركز معايا، طول الموج بيبدأ المسافة من هنا كده لحد هنا اهو، هي المسافة دي كده. يبقى المسافة بين قمتين متتاليين او قاعين متتاليين، انا وخدت هنا قاعين اهو، بداية القاع من هنا اهو لحين بداية القاع الثاني. يبقى اذا هذه المسافة تسمى بالطول الموجي. طيب او ممكن مسافة بين ايه؟ قمتين متتاليين، هنبدأ من هنا كده لحين لما انتهي فين؟ لما انتهي هنا عند بداية اللي هي القمة الثانية اللي هي دي كده اهي. يبقى إذا الطول الموجي هو المسافة بين قمتين متتاليين أو قاعين متتاليين، ويمكن حساب سرعة الموجة بضرب طولها الموجي في الترازو. يبقى إزاي أنا أحسب سرعة الموجة؟ هنحسبها إن شاء الله، هنشوف من هذا القانون. يبقى إذا حساب سرعة الموجة بضرب الطول الموجي في الإيه؟ في التردد. طيب الضوء ده هو عبارة عن جسيمات، هذه الجسيمات تسمى بالفوتونات. يعني الضوء اللي إحنا بنشوفه ده هو جسيمات، بس هذه الجسيمات ليس لها كتلة وتسمى بالفوتونات. يبقى الضوء جسيمات، مع أن الضوء موجات من الطاقة إلا أنه إيه؟ جسيمات أيضا، يتكون من شيء اسمه الفوتونات. الفوتون ده أصغر جزء من الطاقة الضوئية يوجد بشكل مستقل. يبقى إذا الضوء ده هو أصغر جزء من الطاقة الضوئية ويوجد بشكل مستقل، وزي ما قلنا أن الضوء عبارة عن جسيمات، وهذه الجسيمات تسمى بالفوتونات، والفوتونات ليس لها كتلة. طيب يشبه الضوء الجسيمات
انا عايز اعرف ازاي انا بنشوف الصور، ازاي كيف استطيع ان ارى، او لو انا مثلا معايا كاميرا وعايز اصور بها شيء عشان تطلع لي الصورة اللي احنا شايفينها دي، ازاي الكاميرا دي بتشتغل؟ ركز معايا. طيب يشبه الضوء الجسيمات، يبقى اذا الضوء ده عبارة عن جسيمات، فالجسيمات دي لو اصطدمت بشيء هترتد. عشان كده لما الشعاع الضوئي بتاع الكاميرا بيخرج بيصطدم بالشيء اللي امامي، فبيعطيني الايه؟ الشكل اللي احنا بنشوفه. هنلاحظ ان ده الشكل اهو، في جسيم اهو، في جسم. طيب الضوء هنا ما اصطدمش بشيء هنا لان ما فيش شيء هنا، فبالتالي ايه؟ الشعاع الضوئي كمل، انما هنا اصطدم وارتد تاني فين؟ على الكاميرا، فظهرت الصوره زي ما احنا شايفين كده. يبقى اذا يشبه الضوء الجسيمات في الموجه من الصفات، ومن ذلك ان الضوء يغير اتجاه الجسيمات الصغيره عند الاصطدام بها كالذرات وغيرها. بمجرد ان الضوء بيصطدم بالجسيم اللي امامي فبينعكس مره اخرى، وعندما تصطدم جسيمات الضوء بفيلم الكاميرا تترك اثرا فيها على شكل نقاط صغيره تشكل هذه النقاط معا صوره الجسم الاصلي. وإلى هنا يا أحبابي نكون قد انتهينا من درس هذا اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه، ولو في أي استفسار إن شاء الله بنتابع معكم من خلال منصة مجمع مدارس جيل المستقبل الأهلي.